مساكم الله بالخير. واحد على موقع ذا فيرج كاتب تقرير سلبي على لينوفو ثينك باد اكس 1 يوغا. انا والله ما عندي مشكله ان واحد يذكر رايه او يقول النقاط اللي يشوفها سيئه او ايجابيه بجهاز قطعه بلاستيك. فطول ما انا اقرا المقاله انا ما استفدت شيء. انا فاهم انه هو مستاء من الثينك باد بسبب التراك باد اللي هي النقطه الحمراء واستخدام الجهاز بالكيبورد. وهذين الشيئين اللي مضايقينه، لو ما كانوا موجودين بالثينك باد ما اشتري، ويمكن ثلاث ارباع عشاق الثينك باد ما يشترونه. فهو مو ليفل مالك، هو من باب الانصاف العلمي يقول لك ان الشاشه مالته بيست ايفر، افضل شاشه استخدمتها بحياتي، واقدر تواجد التاتش والقلم والانقلاب. التقرير والله العظيم كان تافه، يعني مو انه واحد اجنبي كاتبه انه راح يكون شيء زين. التقرير كان تافه تافه ومضيع لوقتي بصراحه. مثلا كان يقارن الجهاز بالدل اكس بي اس 13 اللي هو الفريملس. طيب انا استخدمت الجهاز وبعته بخساره ولعنت ابو اليوم اللي اشتريته فيه. لا، وكاتب وصف يقول لك وكانك تستخدم شاشه حديثه في بيت قديم، تكلم عن الثينك باد. واهمل الجوانب التقنيه الرائعه اللي موجوده بالجهاز، اهمل الجوانب الفنيه مثل تواجد واي فاي اي سي دول باند دبل، وتواجد بلوتوث وجي بي اس، وتواجد شبكه ال تي اي كات 9. اهمل الامور الفنيه اللي ما حد يقدر عليها. بعدين تكلم عن الازرار مالت التاتش باد اللي الاخيره اللي تحت، وان مزعجته الازرار ليش موجوده، بينما قبل سنتين كان في حمله من عشاق ثينك باد لارجاع الازرار. جربت اغلب الاجهزه، ماني عجزان لا اشتري اي جهاز بفضل الله. وقت الشغل ما يسوي الشغل ثينك باد، الباقي هذه سكاريب والله. والاحظ المقاله حيل عاطفيه، يعني اي لاف اي لايك، كله استخدام عاطفه. يعني هو ما حب الشكل لانه قديم، ما حب الكربون لانه يحب الالمنيوم. انا كان عندي الجيل الثاني من كاربون، كانت الازرار فوق مضيئه والتغير عند الدخول للقوائم، يعني دش سكايب التغير القائمه اللي فوق، وكانت التاتش باد كامله كبيره بدون ازرار. كنت متضايق من تجربه الجهاز، متضايق جدا، لان انت قاعد تتكلم عن هذا الجهاز كلاسيك، هذا الجهاز انا متعود عليه، خلص شغله عليه، يعني هذا الجهاز لا تعبثون فيه. وهذا اللي يسوونه هم، ترى هم بعدين عالجوا خطاهم. هذا الجهاز ما يتم العبث فيه، عندهم امور ثانيه يبدعون فيها، هذا الجهاز هو كذي. وهذا ذا فيرج، وبئس الرأي، وبئس التجربة، وبئس الحديث. مقال سيء، مقال مضيع الوقت. ولو الثينك باد خذوا شورة ترى فقدوا كل جمهورهم القديم، كل جمهور الثينك باد ما راح يرضى ان الجهاز يتحول الى ديل اكس بي اس. ديل اكس بي اس له عشاقه. انا عندي 12 ثينك باد مسجل، كل سلسلة الكربون وتقريبا كل سلسلة التي، وعندي للشركة عدد كبير ثاني، ودائما حط تعليقات. كان الثينك باد دوك بالطول، حطيت تعليقات بانه يطيح، سووه بالعرض. كان الازرار تحت نبي نرجعها، سووا تصويت ورجعوها، شركه تسمع العميل. الحين انا مستخدم ثينك باد من طلع للحين، والكربون من طلع للحين، انا اللي حق اعلق واقول شنو ناقص الثينك باد، مو انت. واقول لك باختصار وبكل هدوء، ناقصه الفريملس نفس فكره الدل، وتصغير حجمه لانه راح يستغل المساحات، وتايب سي. ازعجتني الله يزعجك بهالمقاله، ايش طولها قاعد اقرا فيها، انا على بالي عندك سالفه. اخر شيء منزعج عشان مو الومنيوم ومو شكله نفس ابل؟ يا رجل ابل خلي يحطون تاتش اول. اول خبر عن سامسونج هو تواجد كروم او كروم بوك برو، اللي هو بنظام كروم او اس. المفروض انك عارف عنه من زمان النظام هذا. بحمد الله كنت من اوائل الناس اذا مو اول واحد تكلم عن كروم او اس، وكان عندي اول نسخه اللي كانت من سامسونج بنظام كروم او اس. فكره التالي، شغل صفحه كروم العاديه على ويندوز او على لينكس، في شويه تطبيقات اب، ترى انت عايش داخل كروم او اس، انتهى. شغلت كروم او كروم بوك برو، فتحت اللابتوب، عبارة عن أيقونات تحت تضغط عليها توديك حق الصفحة اللي أنت ما تقدر تطلع منها، صفحة كروم. أنا عليت كروم أكثر مجال، اشتريت كروم 1 وكروم 2، وبعدين اشتريت ايسوس، بعدين اشتريت لينوفو، بعدين اشتريت بيكسل 1، بعدين بيكسل 2، وحاليا بشتري البرو هذا. ولما دمجوا متجر جوجل أبليكيشن أندرويد بكروم أو إس، أقدر أقول لك ممكن تشتري وتستفيد اليوم من هذا اللابتوب. وحجم الذاكره العادل حسب استخدامي، انا استخدمت الاي 7 من بيكسل 2، يعني انا بطشت اشتريته بسعر غالي، اقدر اقول لك ان ذاكره 64 جيجا كافي.
طيب ليش ما اشتري ويندوز واحط عليه كروم واحصل على ويندوز وكروم؟ صح، اخذ ويندوز وحط عليه كروم. صحيح، فكره كروم التالي، فكره اعتاد موزون، نظام خفيف، بطاريه عاليه، سعر ممتاز، شغل تطبيقات اندرويد وللتصفح والميديا. فلما انتقل حق البيكسل 2 يبي يقلد مجموعه من اللابتوبات، فقد الخلطه هذه، فما قام ينباع. يعني الجهاز هذا الاقل بيع تقريبا. خلصنا كروم الحين، كروم اس فكرته ولمن يصلح خالصه فكره كروم. ننتقل حق اللي بعده. رساله صوتيه منتشره بواتساب بان شخص يدعي ان واحد اخترق جهازه من خلال تواجد رابط لرساله. اولا هو يتكلم ان تليفونه ايفون، فوارد جدا. يعني قبل كان الجهاز يخرف من رسالة SMS، هذا الأمر وارد. لكن نفس الرسالة ينم عن شخص لا يفقه في التقنية، واللي راسله لا يفقه في التقنية. يعني أنا دزيت لك رسالة تدزي الرابط. يعني هذا الشخص لو كان محترف، إما أنه يقدم هذه الثغرة الواتساب أو يقدم هذه الثغرة لآيفون ويأخذ فلوس. شي بيضيع وقته عليك. وعربيا أغلب اللي يخترقون باستخدام برامج مو لهم، باستخدام كودات مو لهم اصلا. يعني هم لا يعرفون يكتبون كود ولا يعرفون يبرمجون برنامج يستخدمون. بشكل عام الدخول على رابط من خلال المتصفح مسؤوليتك. شوف المتصفح شنو ممكن يكون فيه ثغرات مثلا. يعني انت تطق على رابط ما تدري شنو اصلا، مشكلتك هذه. اما موضوع ان رابط طقيت عليه فمن خلال هذا الرابط سحب صورك، في عالم اندرويد فنيا هذا هراء. سحب صوري لان طق رابط، ما شنو علاقته؟ يعني اللي وارد فنيا لو كان هذاك الرجل محترف، يعني انه يخترق واتساب فيسحب صورك اللي على سيرفر واتساب من خلال أخذ معلومات هاتفك مثلا، أو أنت ضغطت على الرابط فالرابط هذا فيه ثغرة على فول أكسس للهاتف مثلا، هو قدر يشوفه وأنت شابك أونلاين حاليا، يشوف شنو الصور اللي بجهازك من خلالها، أو هو خذ ثغرة على الفول أكسس لجهازك من خلالها قدر يفتح تشفير الرقم السري فأخذ الرقم السري وإيميله عندك فراح للكلاود سيستم مالك شاف صورك هناك. هذا اذا ما وقف الكلاود سيستم لانه شاك بالاي بي واللوكيشن مثلا. يعني الخطوات صعبه مو عاديه عشان ياخذ صورك بالشكل هذا. وفوق كل ذي علم عليم، ممكن هو عنده علم مو موجود عند احد مثلا، وسخر هذا العلم الجليل علشان يخترق واتساب مالك. ممكن. واختراق واتساب يختلف عن اختراق الجيميل مالك، يختلف عن اختراق هاتفك، يختلف عن سحب صورك في حال تواجدها بكلاود ثاني. يعني ما في ربط ما بينهم، والربط اللي ما بينهم ان انت قاعد تستخدم نفس الباسورد لكل الخدمات السحابيه مع نفس الايميل، فهو قاعد يدخل فيها. بس هذه الحاله يعني. اما اذا باسورداتك مختلفه ما في ربط. ولا زلت اقول هذا الرجل المحترف ليش يضيع وقته على سحب صورك من واتساب؟ رجل محترف يطلع فلوس، في 150 مليون مفقوده كل سنه من البنوك. عموما لاصحاب اندرويد، الحين اصحاب ايفون عليهم من الله ما يستحقون، يستاهل، ما حد قال اشتري ايفون. اصحاب اندرويد شلون تحمي نفسك؟ واحد، لو فرضنا ان الرجل هذا رجل جليل عظيم صاحب علم استثنائي ويقدر يخترقك من خلال الرابط، لا تضغط على الرابط، جاك رقم غريب رابط لا تضغط عليه. اثنين، لازم واتساب وكروم او المتصفح الرسمي اللي انت تستخدمه محدثين على اخر تحديث ستيبل مستقر وليس بيتا، ستيبل. ثلاثة، النظام نفسه عندك لازم يكون محدث على اخر اصدار. يعني انت تروح حق سيستم اباوت، يعني الاعدادات بعدين اخر خيار، وتاكد ان عندك اخر تحديث. أربعة، استخدم الأذونات، قيد التطبيق، لا تخلي كروم ياخذ صلاحيات أعلى من اللازم، قيد التطبيقات. خمسة، لو لا قدر الله الشيطان وزك وضغطت على الرابط بسبب لقافتك وتوهقت بالرابط، سو مسح بيانات التطبيق. مسح بيانات التطبيق يكون من خلال الذهاب للإعدادات بعدين التطبيقات، بعدين دش على التطبيق المتصفح وتسوي مسح بيانات التطبيق من خلال الذاكرة، مسح. ستة، استخدم الدخول على خطوتين وهو ربط حسابك بالهاتف، الدخول بخطوتين من خلال رسالة SMS. لا تضغط على إعلان يقول لك يوجد في هاتفك فيروس، اضغط هنا علشان نساعدك. هو واضح أنه يعني الله بالخير، لا تضغط على الأمور هذه. الأفضل جدا أنك تغير باسوردك كل 3 شهور إلى 4 شهور، والأفضل أن يكون عندك أكثر من باسورد لأكثر من خدمة. دائما مو بعض الاحيان، دائما الامور اللي فيها فلوس الرقم السري لازم يكون مختلف وصعب ومكتوب بورقه دائما. 10، يجب عليك مسح الكاش ميموري والداتا المتعلق بالمتصفح بشكل دوري، خصوصا اذا كان فيها ارقام سريه بشكل دوري. عندي واجد، يمكن انا اقدر اوصل النقاط ل 30، بس يعني هذه اهم 10 نقاط. والله في بعد نقاط مهمه ولا كافي كذي؟ كافي.
2011 الإحصائيات تقول أن الناس اللي تشرب قهوة أكثر أماناً من الناس اللي ما تشرب قهوة، خصوصاً القهوة الباردة.